بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج لمن أراد الاتصال بسماحته، وهو 011-442-83-13 011-442-83-13 لمن أراد الاستفسار من الشيخ صالح الفوزان. في الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تفسير هذه الآية شيخ صالح. في هذه الآية الكريمة بداية حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآية يخبر تعالى خبرا مؤكدا بلام القسم بأنه قد جاء إلى هذه الأمة المحمدية رسول من أنفسهم، أي من جنسهم، يعرفون نسبه ويعرفون بلده ويعرفون أمانته وصدقه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله جل وعلا إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا، عزيز عليه ما عنتم. هذه صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يتعبه ما يتعب الأمة ويريد لها التخفيف والتيسير ولا يريد لها المشقة. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، أي على هدايتكم وسعادتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم بالمؤمنين، يشق عليه ما يشق عليهم ويفرحه ما يفرحهم ويسرهم لكمال نصحه وأمانته صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا، يقول الله جل وعلا: فإن تولوا أعرضوا عنك ولم يقبلوا ما جئت به، فقل حسبي الله، الله كافيني، أنا لا أريد منكم مالا أو أريد منكم طمعا من دنياكم، ولا أريد رفعة منكم أو عليكم، حسبي الله كافيني، لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى، فكل معبود سواه فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. عليه توكلت، أي اعتمدت، فوضت أمري إليه، ولا أتوكل على سواه سبحانه وتعالى،
عليه توكلت. ولهذا قدم الجار والمجرور على العامل ليفيد الحصر. عليه توكلت أي اعتمدت وفوضت أمري إليه. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هو رب العرش، والعرش هو أعظم المخلوقات وهو فوق المخلوقات، وهو عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وهو عرش لا يحيط به، لا تحيط به العقول، عرش يحيط بالسماوات والأرض. ولذلك قال وهو رب العرش العظيم. العظيم، وفي آية أخرى عرش الكريم، العرش المجيد، كل هذه صفات للعرش الذي هو سقف المخلوقات. والله جل وعلا مستو على العرش. وجاء في الحديث يعني أنه مستو على العرش، يعني فوق العرش، وهو ليس بحاجة إلى العرش ولا ما دونه، وإنما هو الغني سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وجاء في الحديث أن العرش موضع القدمين، مع عظمته وسعته فإنه موضع القدمين للرحمن سبحانه وتعالى. هذا يدل على العظمة، عظمة الله وجلاله، وأنه لا تحيط به الأفكار ولا الأوهام ولا الظنون، وأنه سبحانه وتعالى مستو على عرش عال على مخلوقاته. نعم، جزاكم الله خيرا على هذا التفسير المبين لهذه الآية الكريمة. فضيلة الشيخ، ماذا يقول الإنسان عند نومه من الأذكار المشروعة؟ استحب له أن ينام على جنبه الأيمن وأن يقرأ آية الكرسي، لأنه جاء في الحديث أو صح في الحديث أن من قرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ينام على جنبه الأيمن ويقرأ آية الكرسي ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، وينام على ذلك ليحفظه الله سبحانه وتعالى من المكدرات والمنغصات ومن الشيطان، فلا يؤذيه أحد في نومه. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: الشيخ صالح حفظكم الله، بعد أيام نودع عاما ونستقبل عاما جديدا من أعمارنا، فما العبرة من تعاقب الشهور وخلوص هذه السنوات واستقبال سنوات جديدة، وما الواجب على المسلم؟ نحن في كل يوم نودع عاما ونستقبل عاما، خاص في آخر الشهور، الشهر الثاني عشر، إنما هذا حساب ويعرف به الآجال، تعرف به آجال المعاملات والمكاتبات، وهو أمر اصطلاحي، هو أمر اصطلاحي وضعه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته، لما كان يأتيه كتابات ليس لها تاريخ، فوضع هذا التاريخ وابتدأه من شهر محرم، لأنه الشهر الذي يقدم فيه الحجاج بعد حجهم، فهو أمر اصطلاحي ولا يخص بشيء، لا يخص لا بصيام ولا بقيام، ولا يخص بشيء دون سائر أيام العام. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول في سؤال له: ما الفرق بين الجائز والحلال عند أهل العلم؟ هل هما بمعنى واحد؟ نعم، الجائز والحلال والمباح
كلها بمعنى واحد، هو ما لا يعاقب تاركه ولا يثاب فاعله. نعم. الدين الذي يكون في ذمة الناس هل أخرج عليه الزكاة؟ بلا شك، إذا كان الدين ليس على معسر ولا على مماطل، وأنت واثق من الحصول عليه، فإنه مثل المال الذي في يدك، تزكيه مع أموالك لأنه ملكك. نعم. من الأسئلة التي وردت البرنامج يا شيخ صالح، يقول بعض المصلين يا شيخ يدرك الإمام وهو راكع، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم ينحني للركوع، وإن شاء جاء بتكبيرة الانتقال وهي في هذا الموضع السنة، وإن شاء اكتفى بتكبيرة الإحرام. نعم. له سؤال آخر يا شيخ، يقول ما حكم تغيير النية في الصلاة؟ يجوز تغيير الفرض إلى نفل، ولا يجوز العكس، تغيير النفل إلى فرض. نعم. يقول في سؤال له أيضا، السنن الرواتب هل تكفي فيها النية المطلقة؟ أعني لو كان علي فوائت، هل أنوي أن هذه راتبة الظهر القبلية مثلا، وهذه راتبة الظهر البعدية، أو يكفي التعيين بأنها راتبة الظهر فقط؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فصلاتك على ما نويت. نعم. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل، رد البعض من المهتمين بالأحاديث، رد بعضهم أحاديث في الصحيحين بزعم أنها مخالفة لظاهر القرآن أو مخالفة للعقل، فما الحكم الشيخ صالح؟ هذا كلام باطل، ولا يجوز الالتفات إليه ولا الاعتماد عليه، ويجب مناصحة من يتفوه بمثل هذا الكلام، فإن ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب قبوله ويجب احترامه، ولا يجوز الكلام في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ورد بعضها لأنه يخالف العقل، هذا كلام باطل، فالنقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح أبدا، النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح أبدا، فإن اختلف فإما أن النقل غير صحيح وإما أن العقل غير صريح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا زوج يسأل، يقول يرى بعض الأزواج يا شيخ تأخير الحمل لزوجته لمصلحة الزوجة، ما حكم ذلك؟ وأيضا ما حكم موانع الحمل من اللولب ومانع الحمل وغيرها؟ يجوز أخذ الأدوية التي تؤخر الحمل ولا تقطعه، لا يجوز أخذ أدوية تقطع الحمل، وإنما يجوز أن تأخذ الأدوية التي تؤخر عنها الحمل إلى أن تستطيع الحمل والولادة والرضاع، إذا كان هذا لعذر شرعي، وهذا يرجع فيه إلى الأطباء. نعم. من الأسئلة التي وردت يا شيخ صالح، يقول السائل ما السبيل يا شيخ صالح إلى معرفة حقيقة التوحيد اعتقادا وسلوكا وعملا؟ التعلم، الطريق الصحيح لمعرفة التوحيد وتحقيقه هو تعلم التوحيد ودراسة التوحيد على العلماء الموثوقين، ومن الكتب الموثوقة يكون هذا على العلماء في المساجد أو على العلماء في المدارس والمعاهد والكليات. نعم. السائل فضيلة الشيخ من الرياض أبو عبد الله، يقول أرجو أن تحدثونا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه، وأشهر الكتب التي ألفها في ذلك.
الإمام أحمد رحمه الله إمام جليل، وهو إمام أهل السنة، وهو الذي قاوم القول بخلق القرآن وعذب في ذلك وصبر واحتسب، سجن وضرب فأبى يقول بخلق القرآن الذي تبنته المعتزلة وأثرت على الخليفة المأمون حتى أراد أن يلزم الناس بهذا الرأي، ولكن الإمام أحمد وقف في وجه هذا الزحف الباطل وسد هذه الثغرة العظيمة، فلذلك سمي بإمام أهل السنة لصبره وثباته، وهو من أكبر المحدثين، بل هو شيخ المحدثين، هو شيخ البخاري ومسلم وأبي داود، شيخ العلماء شيخ المحدثين. قال الناظم في وصفه: حوى ألف ألف، يعني ألف ألف حديث، مليون يعني، حوى ألف ألف من أحاديث أسندت وأثبتها بقلب محصل. فهو حافظ وإمام جليل، وهو الذي دافع عن السنة وقاوم أهل البدعة وثبت على ذلك، صبر على الضرب والسجن وحتى نصره الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. نذكر مرة ثانية بتليفون البرنامج، نذكر السادة المشاهدين: 011-442-83-13 011-442-83-13. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل: ما معنى حديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك؟ نعم، إن الرقى، هذا حديث صحيح، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذه الرقى غير الشرعية، الرقى التي فيها التعوذات الباطلة، فيها الكلام الباطل، رقى الجاهلية، هذه شرك. وأما الرقى الصحيحة من الكتاب والسنة والأدعية المشروعة فهي رقى صحيحة ونافعة بإذن الله. والتمائم شيء يعلقونه على الأولاد يزعمون أنه يمنع العين، وهذا أمر باطل وتعلق على غير الله سبحانه وتوكل على غير الله. إن الرقى والتمائم والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، وهذا أيضا باطل وهو من الشرك. نعم، نبدأ بالاتصالات وناخذ عمر من الطائف. تفضل يا عمر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. أخذت عمرة يا شيخ السنة هذه الله يجزاك خير، وبعدين عكست الاتجاه، بدأت من الصفا وانتهيت في بدأت من المروة وانتهيت في الصفا. شخص يعني الله يجزاه خير كلمته وقال أنت المفروض ما تبدأ من هنا. بعد ما انتهيت كلمت العسكري، قال لي العسكري أنت المفروض ما تنتهي في هنا عندنا، تنتهي في نفس المروة. طيب اسمع الإجابة. إذا كنت أكملت سبعة أشواط، تبدأ من الصفا، كل شوط في صدى. في صدى من جوالك يا أخ عمر. يا عمر عفوا، عطني السؤال الثاني. طيب السؤال الثاني حديث عن أبو هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. طيب، هل يحفظها حفظ هذه وصحيحة؟ طيب، والسؤال الثالث؟ السؤال الثالث إني خدت عدة عمرات، اعتمرت عدة مرات، وكلما اعتمرت مررت بس المقصة في بعض الاتجاهات من الشعر، وما قصيت كل الرأس. واضح، شكرا يا عمر، خلاص نودعك يا أستاذ عمر، يعطيك العافية. شكرا. أخذ في السؤال الأول يا شيخ، أخذ عمرة وعكس البداية من الصفا والمروة، أخذ العكس. المهم أنه يأتي بسبعة أشواط، تبدأ كل شوط يبدأ من الصفا
وينتهي بالمروة، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، يعني ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، وهكذا حتى يكمل 7 أشواط، تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة. نعم. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا الحديث يا شيخ؟ نعم، الحديث صحيح، وليست أسماء الله محصورة ب99، ولكن هذه 99 لها خاصية، لها خاصية من بين الأسماء الربانية، من أحصاها يعني عرفها وعمل بها، عرفها وعمل بها ودعا الله بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. يقول بأنه أخذ عدة عمر فضيلة الشيخ، ولكنه لا يحلق بل يقصر ويأخذ من الأطراف. نعم، التقصير يكفي، لكن الحلق أفضل، وإذا كان التقصير من جميع جوانب الرأس فهو كافي، لا يأخذ من جانب، يقصر من جانب ويترك الجانب، بل يأخذ من جوانبه ومن وسطه، ولا يترك جانبا من الرأس إلا وقد قص منه. نعم. نعود إلى السائل، سأل عن معنى حديث الرقى والتمائم والتولى شرك، يقول التميمة من القرآن وهي تعلق على الطفل. هذا محل نظر، واختلف العلماء فيه إذا كانت من القرآن، بعضهم يجيزها ويجوز تعليقها، وبعضهم ينهى عنها، لأن هذا يفتح الباب لأن يعلق غير ما هو من القرآن، فسدا للذريعة منعوها. نعم. الشيخ صالح، الشرك الأصغر هل يخرج صاحبه من الملة؟ لا، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، لكنه ينقص التوحيد، ويخشى أنه يتدرج إلى الشرك الأكبر. نعم. يقول في الآية الكريمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، على من يعود الضمير في قوله وجادلهم؟ أي المدعوين، جادلهم أي جادل المدعوين. نعم. شيخ حفظكم الله، ما هو العلم الذي يحتاجه الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر؟ نعم، العلم الذي يحتاجه الداعي والآمر هو أن يعرف، أن يعلم ما يدعو إليه وما ينهى عنه، وكذلك يعلم ما يأمر به وما ينهى عنه، فلا يأمر بجهل أو يدعو بجهل، وإنما يكون عن علم. نعم. يقول في الآية الكريمة: وأما بنعمة ربك فحدث، إذا كان الإنسان لديه القدرة على العيش في رغد، فهل ينطبق عليه هذه الآية الكريمة؟ وما معنى وأما بنعمة ربك فحدث؟ يعني اذكرها، اذكرها بلسانك واعتقدها بقلبك واعمل واستعملها بطاعة الله. فأركان الشكر 3، أركان شكر النعمة 3: التحدث بها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة مسديها وموليها. هذه أركان الشكر. نعم. تفضل يا محمد من المدينة. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. عندي سؤال بس. تفضل. عندي الوالدة عندها فلوس وبتطلع الزكاة، وعندها البنت، عندها بنت محتاجة، هل يجوز نطلع الزكاة لها ولا؟ ما تصح زكاة الوالد لولده، ولا العكس، ولا زكاة الولد لوالده. في صدق يا شيخ. طيب، شكرا. تعطيها من غير الزكاة يا أخي. حفظكم الله. شكرا. شكرا. إخوان، لعلكم تعالجون هذا الصدى الواصل من الجوال السائل وأيضا الكنترول. حنين الجذع فضيلة الشيخ، وبعض المعجزات التي ذكرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حدثونا عنها. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم له معجزات كثيرة، أعظمها القرآن الكريم،
الذي أعجز البشرية، أعجز العرب والفصحى وأعجز البلغاء، مع أنه بلسان عربي وبلغة عربية. فهذا أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وله معجزات أخرى مثل حنين الجذع إليه، الجذع الذي كان يخطب ويتكي عليه، جذع نخلة كان يضع يده عليه ويخطب، ثم لما صنع له المنبر صعد على المنبر وترك الجذع، فحن الجذع إليه كحنين الطفل. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أقوم أحيانا بالطواف لأحد أقاربي أو لوالدي أو أجدادي، ما حكم ذلك؟ وأيضا ما حكم ختم القرآن لهم وإهداؤه لثوابهم؟ والله هذا ما ورد فيه دليل، هذا ما ورد فيه دليل، يعني أنه يطوف لأحد مجرد طواف فقط، إنما يعتمر له أو يحج له، هذا هو الذي وردت به الأدلة. أما إفراد الطواف لأحد أو تلاوة القرآن ويهدي ثوابها لأحد، هذا أجازه بعض العلماء، ولكن الصحيح أنه غير مشروع لأنه لا دليل على ذلك. نعم. تفضل يا محمد معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام. يا فضيلة الشيخ، بسألك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كم مرة شرب وهو واقف، وكم مرة بان وهو واقف صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الأول. السؤال الثاني. السؤال الثاني: كم عدد اليهود الذين أسلموا وقت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال الثالث عن الأمر المعروف، هل هو واجب على كل فرد أو على منسوب الهيئة فقط؟ شكرا. هل ورد عن الرسول أنه شرب واقفا، وكم مرة يا شيخ؟ كم مرة لا أدري، لكن ثبت أنه شرب واقفا عليه الصلاة والسلام، فيجوز الشرب وهو واقف. نعم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هو يا فضيلة الشيخ على كل إنسان أم مخصصين في ذلك أناس؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام لكل مسلم، ولكنه بحسب الاستطاعة. من رأى، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا لولي الأمر ولمن أنابه ولي الأمر، اليد إنما تكون لولي الأمر أو نائب ولي الأمر ورجال الحسبة. وأما اللسان فإنه إذا كان عنده علم ومعرفة فإنه يبين بلسانه وينهى بلسانه ويأمر بلسانه وعلى حسب معرفته وعلمه، ومهما استطاع، ما لم يمنع من ذلك. فإذا لم يكن عنده استطاعة لا باليد ولا باللسان، فينكر المنكر بقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني من رضي بالمنكر ولم ينكره ولا بقلبه، فهذا يدل على عدم إيمانه. نعم. يسأل هذا السائل يا شيخ عن حكم القبور، زيارة القبور والتوسل بالأضرحة والموتى، وأفيدونا بذلك. زيارة القبور على نوعين: زيارة مشروعة وهي التي يقصد منها الاعتبار والاتعاظ برؤية المقابر والموتى، ويقصد منها الدعاء للأموات، ترحم عليهم والاستغفار لهم لأنهم بحاجة إلى ذلك. هذه زيارة مشروعة بنوعيها. وأما الزيارة الممنوعة فهي التي يقصد بها التوسل بالأموات وطلب الشفاعة من الأموات أو طلب الحوائج من الأموات، وهذه شرك، هذه زيارة شركية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن معنى آية كريمة في قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم، هذه في الذين يرثون الأرض من بعد أهلها، يعني إذا هلكت أمة بالعذاب لكفرها وجاء بعدهم قوم سكنوا في محلهم، عليهم أن يعتبروا ويتعظوا ولا يفعلوا مثل ما فعل من سبقهم، بل يتوبون إلى الله
ولا يأمنون من العقوبة والعذاب، بل يكونون على خوف ووجل أن يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم. نعم، تفضل يا أبو طلال من المدينة النبوية، له سؤالان. تفضل أبو طلال. السؤال الأول، هل الدعوة إلى الإسلام واجبة على كل مسلم؟ طيب. والسؤال الثاني بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم، نعم، هل معظمهم من الأعراب أو من المدينة؟ طيب. وبالنسبة لليهود الذين اعتنقوا الإسلام، طيب، عددهم وقت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جزاك الله خير. شكرا. هل الدعوة إلى الإسلام واجبة على كل مسلم يا شيخ صالح؟ على من يستطيع الدعوة وعنده علم وبصيرة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالذي يستطيع أن يدعو إلى الله بعلم وبصيرة ومعرفة فإنه يجب عليه الدعوة إلى الله. نعم. يقول بالنسبة للصحابة، هل هم من الأعراب أو من المدينة النبوية؟ من الأعراب ومن الحاضرة، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. فمنهم مؤمنون صادقون في الإيمان. نعم. رجل نام ثم استيقظ شيخ ثم صلى الفجر، وبعد صلاة الفجر تبين أنه محدث حدثا يوجب الغسل، ما صحة هذه الصلاة؟ غير صحيحة. الواجب عليه أن يغتسل من الاحتلام وأن يعيد الصلاة، لأنه صلى على غير طهارة. نعم. هل طلاق السكران ينفذ يا شيخ؟ هذا يرجع فيه إلى المحكمة. نعم. المولود الذي ولد وتوفي مباشرة، هل له عقيقة؟ نعم، له عقيقة، ما دام أنه مات بعد نفخ الروح فيه فإنه تشرع له العقيقة. نعم. فضيلة الشيخ يقول، هل يجوز الجمع بين السورتين في صلاة الفريضة في ركعة واحدة؟ لا بأس بذلك. قال الله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأوا ما تيسر منه، فيقرأ ما تيسر، سورة أو سور أو آية أو آيات. الحمد لله الأمر في هذا واسع، وكل ما أكثر القراءة فهو أفضل، إلا أن يشق على المأمومين الذين خلفه. نعم. رجل يا شيخ له مجموعة من الأبناء والبنات، وهو عامي ولم يعق عن أحد منهم، والآن هو في 70 من عمره، فكان جاهلا ومتهاونا في ذلك، ماذا عليه الآن؟ ليس عليه شيء، العقيقة سنة ليست واجبة. نعم. رجل يا شيخ اعتمر، وبعدما أنهى العمرة ذهب إلى الطائف لعمل له، وبعد أن انتهى منه أراد أن يعتمر للميت، فهل هذا جائز؟ لا بأس به، يعتمر إذا كان أدى عمرة الإسلام فله أن يكرر العمرة لنفسه ولغيره من الأحياء والأموات. نعم. يسأل عن الآية الكريمة: وإن منكم إلا واردها، هل الورود في الآية بمعنى الدخول أو المرور على الصراط؟ المرور على الصراط. وإن منكم إلا واردها، المراد بذلك المرور على الصراط. نعم. يقول في الآية الكريمة أيضا وفي ختم أسئلتي، يقول في الآية: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. نعم. ويل كلمة عذاب، وقيل واد في جهنم، للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني يؤخرونها عن وقتها، لا يصلون في الوقت، ينامون عنها ويؤخرونها عن وقتها، متعمدين ذلك، متساهلين، هذا إضاعة للصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة يعني أخروها عن وقتها من غير عذر. نعم.
يسأل يا شيخ أيضا عن الآية: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. القلب بيد الله عز وجل، هو يقلب القلوب كيف يشاء سبحانه، فالقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. نعم يا شيخ صالح، هذا إذا أخطأ الإنسان في قراءة القرآن أثناء الصلاة وهو يصلي، هل عليه سجود سهو؟ يستحب له سجود السهو ولا يجب في هذه الحالة. نعم. يقول السائل: يا شيخ، دخل رجل وأنا في مجلس فقام له جميع الحاضرون في البيت ولكنني لم أقم، فهل يلزمني القيام؟ إذا كان القيام لاستقباله والسلام عليه فلا بأس، أما إذا كان القيام لمجرد تعظيمه هذا لا يجوز، ولا يجوز للداخل أن يرضى بذلك. أما إذا قاموا لأجل أن يساعدوه على الجلوس أو لأجل أن يسلموا عليه فلا بأس بذلك، بل هذا طيب. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا دفن الميت في القبر فهل يجوز له، يجوز للآخرين أن يصلوا عليه؟ نعم، من فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه يصلي على قبره، يصلي على قبره، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما ماتت امرأة في الليل ودفنوها وفقدها الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل عنها، أخبروه أنها ماتت بالليل وأنهم دفنوها، فقال: هل آذنتموني، يعني أخبرتموني، دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وسلم، صلى على القبر. نعم. نايف معنا، تفضل يا نايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. عندي سؤال يا شيخ، من ناحية السفر، المسافة ثابتة على 83، يعني لازم تتعدى 83 ويجب عليك القصر والجمع؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. نعم، السؤال الثاني. السؤال الثاني: الجمع والقصر يقتصر على 4 أيام، بعد 4 أيام تتم حتى لو ما كنت عند البنيان وعند جماعة مسجد؟ السؤال الثالث، الله يجزاكم خير، من ناحية الحنة والكتم، الصبغة، صبغة اللحية، الحنة والكتم أحيانا تصير سودة أو تميل للسواد، هل هي جائزة؟ طيب، شكرا. المسافة 83 في السفر فضيلة الشيخ، أم لا بد من استيفاء المدة؟ المسافة 80، ما هي 83، 80 كيلو، يعني مرحلتان، مرحلة كل مرحلة 40 كيلو، هذه مسافة السفر، المجموع 80 كيلو. نعم. والجمع والقصر هل له مدة معينة؟ الجمع والقصر ما دام جادا به السير يجمع ويقصر، فإذا نزل أثناء السفر فإنه يقصر ولا يجمع أثناء إقامته، وإذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يتم الصلاة لأنه انقطع سفره بهذه نية الإقامة. نعم. الحنة والكتم قد يصير أسودا يا فضيلة الشيخ؟ لا، ما يصير أسود خالص، إذا صار يعني أحمر يضرب إلى السواد فلا بأس بذلك، إنما الممنوع الأسود الخالص. نعم. أحسن الله إليكم، الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل عزكم الله والصراصير وما أشبه ذلك، هل يجوز قتلها بالماء الحار أو بالحرق؟ يجوز قتل المؤذي، إذا كان لا يندفع شره إلا بقتله يقتل المؤذي، ولكن بالنار أو بالماء الحار لا يجوز هذا، يقتل بغير النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار كما في الحديث. نعم. يقول السائل: يا شيخ، عاهدت نفسي، عاهدت الله أن أكثر من مرة ألا أقدم على هذا العمل المخالف للشريعة، ولكنني لم أوفي بهذا العهد، فهل علي كفارة؟ وأرجو نصيحتي. نعم، إذا حلفت على ترك شيء
أو على فعل شيء ثم خالفت يمينك فإن تجب عليك الكفارة. نعم. تفضل يا عمر من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم تردد وامتنع عن الصلاة على جنازة صاحبها مديون؟ هل يجوز الصلاة على شخص قبل قضاء دينه؟ السلام عليكم ورحمة الله. نعم الرسول صلى في صدأ. طيب تفضل يا شيخ. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدمت إليه جنازة ليصلي عليها سأل هل عليها دين؟ قالوا نعم عليها ديناران. فتأخر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم. فقال رجل أنا أتحمل الدينارين يا رسول الله. فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. الرسول لا يصلي على من عليه دين. نعم. أحسن الله إليكم. هل هناك شروط يا شيخ لإجابة الدعاء ولمن وما هي الأوقات التي أدعو الله فيستجيب لي؟ أدعو الله بكل ما تحتاج إلى ذلك، ولكن أوقات الإجابة آخر الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل الله إلى سماء الدنيا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. وكذلك في يوم الجمعة ساعة من يوم الجمعة، ساعة في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يصادفها عبد مسلم يدعو الله وهو قائم يصلي إلا استجاب الله له. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء في جميع أحواله؟ الغالب أنه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء، لأن ذلك من أسباب الإجابة وإظهار الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. فالغالب أنه كان يرفع يديه في الدعاء. نعم. السائلة مدرسة أم محمد من الرياض تقول كيف أبر أمي بعد موتها وقد قصرت الحقيقة في برها في حياتها؟ تبر بها بالصدقة عنها وبالحج والعمرة عنها وبالدعاء لها والاستغفار لها. لا ينقطع البر بموت الوالد. وفي الحديث ولد صالح يدعو له. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم. السائل أبو إبراهيم يقول شيخ بماذا تنصحون الشيخ صالح الدعاة إلى الله حيال موقفهم من المبتدعة أو البدعة؟ نرجو من فضيلتكم توجيه. يجب على الدعاة إلى الله أن يبينوا للمبتدعة خطأهم، وينهوهم عن البدعة ويحذروهم منها. نعم. يا شيخ هل يصح قضاء الوتر بعد الفجر؟ يصح بعد ارتفاع الشمس، يشرع بعد ارتفاع الشمس مع شفعه. إذا كان يوتر بثلاث يجعله أربع ركعات بسلامين، وهكذا يشفعه، يقضيه في النهار ويشفعه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذا فاته الوتر بالليل قضاه بالنهار مع شفعه. نعم. علي من الخرج، تفضل يا علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا علي. الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قصر التلفزيون لأن في صدى عندي في السماعة، قصر التلفزيون شوي. على الصامت الله يرضى عليك، على الصامت. طيب عطنا الأسئلة. عندي ضرك سؤال يا شيخ الله يحفظك عن التأشيرات، حلال ولا مين بحلال؟ وشي التأشيرات حقت العمال اللي يأخذونها ويبيعونها. طيب وغيرها السؤال هذا الثاني. الثاني طال عمرك اللي يأخذ العمال ويفكهم ويأخذ عليهم آخر الشهر. طيب شكرا لك. تفضل. عندنا اولاد طال عمرك يعقون بوالديهم، ما توجيه الشيخ الله يعطيه العافيه ان شاء الله. لو بارك الله فيك.
الله يحفظك. فضيلة الشيخ يقول هذا الذي التأشيرات يأخذونها ثم يقومون ببيعها، هذه له نظام يا أخي، اللي خالف النظام لا يجوز، يجب عليه أن يتمشى مع النظام ولا يخالفه. نعم، يأتي بعمال ويأخذ منهم آخر الشهر مقدارا من المال، كذلك هذا يتبع نظام العمال والاستقدام، لا يجوز له أن يخالفه. نعم. يقول أرجو من فضيلتكم حفظكم الله الشيخ صالح توجيه كلمة لأولئك الذين عقوا آباءهم وأمهاتهم. باب التوبة مفتوح، عليهم أن يبروا بهم أحياناً وأمواتاً ويستغفروا الله عما حصل من التقصير، والله جل وعلا يتوب على من تاب. نعم. هل يجوز يا شيخ أن يصلي الشخص الشفع والوتر بثلاث ركعات وسلام واحد؟ نعم، لكن لا يجلس فيها ثلاث سرد ولا يجلس بينها لئلا يشبهها بصلاة المغرب. نعم. وبالنسبة للسنن الرواتب عند المسافر هل تسقط عنه؟ إلا راتبة الفجر تسقط عنه، إذا كان يقصر الصلاة فإنه لا يأتي بالراتبة إلا صلاة الفجر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا سفرا ولا حضرا. نعم. يقول يا شيخ في سؤاله الأخير متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي؟ يبدأ من ارتفاع الشمس ضد الرمح وينتهي باستواء الشمس فوق الرؤوس وقت الظهيرة. نعم. أحسن الله إليكم. إمامة الصبي في الصلاة هل تصح إمامة الصبي بمن هو أكبر منه سنا؟ إذا كان مميزا ويحفظ من القرآن نعم تصح إمامته. نعم. أحسن الله إليك شيخ. المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم، لأن وجه الله عظيم ولا يسأل بالعظيم إلا شيء عظيم، والجنة هي أعظم شيء، فلا يسأل به أمور الدنيا. نعم، لأن هذا فيه إهانة لهذه الصفة العظيمة. نعم. فضيلة الشيخ يقول بأنه حج هذه السنة ولكنه لبس إحرام على شكل وزرة، فماذا يلزمه الآن؟ هذا خطأ، ولكن حجه أو عمرته صحيحة إن شاء الله ولا يعود لمثل هذا، يلف الإزار على نفسه ويثبته بحزام يكون فوقه، ولا يحتاج أنه يخيطه أو يجعله مثل صفة الإزار أو صفة السراويل، ما يجوز هذا. نعم. الشيخ سنن الرواتب مثل سنة الظهر الأربع القبلية هل يجوز للإنسان أن يصليها أربعا بدون تشهد؟ لا، الأكمل والأفضل أن يصلي كل ركعتين بسلام. نعم. الشيخ بالنسبة لمسألة العزاء والاجتماع عليها بعض الناس يتكلف في ذلك، فلو كلمناهم يقولون نحن نفعل هذا ولا نقصد به التعبد وإنما القصد به العادة، فكيف الرد عليهم؟ لا يجوز التجمع للعزاء وتعطيل الأعمال والجلوس في البيوت وفتح الباب للعزاء وتحديده بأيام وصنعة الولائم، كل هذا لا يجوز، والعزاء ميسر ما يحتاج إلى هذا التكلف، إذا لقيت المصاب فعزي سلم عليه وعزه وادعو الله للميت في أي مكان، في المسجد، في المتجر، في الشارع، في أي مكان، مكان العمل، ولا حاجة إلى اجتماع ولا إلى عمل ولائم ولا إلى تحديد مدة. نعم. فضيلة الشيخ إذا كان في الحارة أكثر يقول من مسجد، فمع من أردد الأذان؟ القريب منك، مع الذي تسمعه قريبا منك. نعم. أبو عبد الله له ثلاثة أسئلة نختصرها ونطرحها على الشيخ. ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ لا تجوز ولا تصح، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الفذ خلف الصف، ورأى رجلا
يصلي وحده خلف الصف، فأمره أن يعيد الصلاة. نعم. أخيرا يا شيخ، ما حكم الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر؟ لا، لم يرد هذا، ما ورد أن الجمعة أن العصر تجمع مع الجمعة، ولا وليست العصر من جنس الجمعة حتى تجمع معها. نعم. شيخ صالح، نحن في نهاية كل حلقة وفي هذا المنبر، منبر الفتاوى، دائما ندعو لجنودنا المرابطون على الثغور، لعل لكم دعاء وتوجيه لهم مأجورين. توجيه، نوصيهم بتقوى الله وحسن النية، وأن يحتسبوا الأجر من الله عز وجل حتى يحصلوا على ثواب المرابطين، وواجبنا أن ندعو لهم، وأن الله يعينهم وأن يثبت أقدامهم. آمين. وأن يتقبل منهم. آمين. فإنهم يدافعون عن بلاد المسلمين وعن المسلمين، ويتعرضون للخطر ما في شك، فهم على أجر عظيم، لكن عليهم أن يحسنوا النية وقصد الثواب من الله سبحانه وتعالى. نعم. شكر الله لسماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي الحقيقة استفدنا من إجاباته المبنية على الكتاب والسنة، جعل الله ذلك في ميزان حسناته ورفع درجاته في المهديين. شكرا للإخوة والأخوات الذين اتصلوا بنا، وشكرا لفريق العمل الذين هيئوا هذه الحلقة على الهواء مباشرة، من الفنيين والمخرجين والمعدين. هذه تحية من المخرج سلطان العتيبي الذي أخرج هذه الحلقة الموفقة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.